أهلا بكم، اشتركوا في قناتنا لتصلكم كل الأخبار الرياضية لحظة بلحظة في تغطية خاصة لمباريات كأس العرب قطر 2021. والآن لنبدأ. وفيما يلي إليكم جدول مباريات الجولة الثانية من كأس العرب 2021 والتي ستقام إن شاء الله يوم الجمعة 3 ديسمبر كانون الأول. مباراة البحرين والعراق ستلعب إن شاء الله على ملعب الثمامة على الساعة 1 ظهرا بتوقيت كل من العراق والبحرين ومكة المكرمة، وستذاع المباراة على قناة بين سبورتس 1، وسيعلق على المباراة أحمد البلوشي، وستنقل أيضا على قناة الكأس القطرية. حظا موفقا لكل المنتخبات العربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.